شكرا لكم بعدا انكم شرفتونا في هذا لا فون بروميير كيف تنقولوا حنا تنسميوها، يعني العرض الاول. العرض الاول كيف كتعرفوا كاملين كيكون عرض صعيب، هو العرض الاول ديال الروداج ديال سبيكتاكل كيف تنقولوا حنا باللغه ديالنا. فالعرض ديال لي انستوبابل هو مزيج من ستاند اب ومن المسرح. هذه الفكره كانت عندي من شحال هذه، ان نحاول نخلق واحد النوع اللي نكون انا حاسه براسي بانني غادي نعطي فيه بزاف ديال الحوايج، ستاند اب وحتى المسرح، بحكم ان الشو هذا المسرح كيف قلت بحكم انني خريجه ديال معهد مسرح. جات الفكره ديال خلق هذا الثنائي هذا تكريما للثنائيات اللي شفناها على مر تاريخ في التلفزه المغربيه ديالتنا. فكان هو تكريم لثنائي الصداقه، ثنائي الثقه، رقشبال وزروال، قرزاز ومحراش، بزاف ديال الثنائيات اللي كانت اثرت فيا وانا طفله، وكانت ربما هي كانت جزء او سبب من الاسباب اللي خلاني انني نبغي ندير المسرح مباشره بعد الحصول على البكالوريا. فكان هذا عرض لي زانستوبابل. لي زانستوبابل هو دي طابلو، صور من 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 مجموعه ديال شنقول لكم الاجناس البشريه اللي ما يمكنش ان واحد فينا ما تلاقاهاش في حياته. اكيد ان كل واحد فينا تلاقى شخصيه من هذه الشخصيات هذه، ربما هضر معاها، ربما شافها غير دو باساج، ربما شافها غير من اتساع، ربما بزاف ديال الحوايج، ربما تعامل معاها. فهذا العرض هذا كيصور هاد الناس هادو، كنهضروا شويه ماشي على مشاكلهم، ولكن كاين اللي كنهضروا على مشاكلهم، ولكن كاين واحدين اخرين اللي كنهضروا على كيفاش غنقول، غنصورها ب ب ب كنقدموا صوره للناس اللي ما كيعرفوهمش عليهم، يتقبلوهم او ما يتقبلوهمش. هنا كيبقى يعني كل واحد بحسب رؤيته للاخر. لا علاش ديال الشيخه؟ علاش الشيخه جزء لا يتجزا من المجتمع ديالنا؟ وهاد الانتقاد هذه عمرها ما ضرتني، بالعكس كانت كتفرحني، لان ساعدت كيف تنقولوا، ساعدت في انتشار المسلسل، والناس شافوا باننا حنا كنهضروش على العمل ولكن كنهضروا على الانسان. كل واحد فينا عنده اغلاط في حياته، عنده نقط ضعف في حياته، فكنظن بان هذه الشخصيه هذه شفنا الجانب الانساني فيها، وشفنا نقطه الضعف فيها، وشفنا شنو اللي انتصر فيها في الاخر. بعدا غادي نبدا بالجمهور اللي حضر معنا اليوم. كنقول لهم شكرا لكم بزاف على المسانده ديالكم، وشكرا لكم انكم كنتوا اول المشاهدين، اول المتتبعين اللي حضروا عرض لي زانستوبابل ديالنا. شكرا لكم من القلب، وشكرا لكم حتى انتم كجسم صحفي جيتوا لتغطيه هذا الحدث هذا الكبير بالنسبه لينا حنا كبلكا فنون. فشكرا لكم مره اخرى من القلب، ونورتونا ودائما منورينا. كلكم كتعرفوا ما كانش سهل علينا هذه التجربة هذه، ولكن الحمد لله حضوركم شجعنا وزاد اليوم في هذه اللحظة هذه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.